السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. إجابة أحد التعليقات إنه كيف أفتح الديكور أو دشبور سيارة الهافال الستة جيل الثاني. أول شيء لازم تفتح هاي وين موجودة هنا. بعد ما تفتحها تخرج هاي تفتح سدني اثنيناتن. إحنا فتحنا بعد عملية الفتح تلاحظ هنا أكو برغي فتفتح هذا البرغي وتفتح هاي. هاي شلون تفتح؟ عتلة من هنا ما تفتح الدشبول كلبسات هنا تخرج هاي. هاي اول خطوه هاي اللي تخرجها همشي السفله. بعد ما تخرج السفله تلاحظ هاي ثاني فاتحه. شوف لح اسحب لك اياها. هاي مشدوده عندك برغيين هنا. هذا هو واحد وهذا واحد. هذين ينفكن بعدين تنسحب هاي للخارج. ليش اسحب هاي للخارج؟ خاف يصير عندك انت مثلا هنا هذا يصير عندك تمدد او فشي. تقدر منه هو مجرد اسفنج تلزقه منه بسيليكون او غارة حتى تثبته. هذا هو عملية الفتح. او تريد مثلا تبدل الشاشة ايضا تبقى شاشة عندك هنا هاي قطعة وهاي قطعة اللي فوق ينفتحت. هذني كله كبس تلاحظ هنا هذني كبس هاي تنشد لي فوق ولي جوا. فهاي عملية فتح ديكور سيارة الهافال. شوي ينفتح عندك هنا لا في العدادات شوي يخرج بس بالحافة. وهاي هي طريقة الفتح. اللي حاب يعرف طريقة فتح ديكورات سيارة الهافال الستة الجيل الثاني